نوتيمس. اوكي برافو عليك يا عمر، كده عمر اخذ اول نقطة للفريق الاول. جوري هو قال غلط ولا صح؟ يعني هو بين غلط. بوينتس. يلا يا جوري. يا رب بنك المعرفة المصري محتوى مناسب لجميع الأعمار. صح. صح ممتازة يا جوري. تاني نقطة للفريق الأول. رؤى إظهار سلوك إيجابي في التعامل مع الآخرين يعتبر من حقوق المواطن الرقمي. غلط. ممتازة يا رؤى. زهراء إيه، أصدرت وزارة البيئة المصرية مبادرة بعنوان الحضر الأخضر. صح. صح ممتازة يا زهراء. همس نعم. يلا يا همس. حاضر. يجب عدم الثقة في التعليقات المبالغ فيها حول منتج ما عبر الإنترنت. صح. صح برافو عليكي. كده الفريق الأول واخد 5 نقاط كاملين. يلا نشوف الفريق التاني هيعرف ياخدهم ولا لا. عمار يجب استخدام جميع جمي... لا يجب كلمات ايه؟ استخدام كلمات إيجابية للتواصل إيجابي عبر الإنترنت. صح. ممتاز يا عمار. جايداء تعتبر جميع مصادر بنك المعرفة المصري مصادر غير موثوقة. طبعا 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 غلط. اوكي شطورة يا جايدة. دان حاضر يا تيتشر. ثانية واحدة. أسلوب الكتابة والكلام مهم جدا عند التواصل مع الآخرين. صح. صح شطورة يا دان. ديسان كويس، كلنا هناخد ال5 نقط إن شاء الله. ديسان بيسان انا مش سامعاكي كويس. طيب ريحانة نعم يلا يا ريحانة جاوبي. تمام. ثانية لسه واحدة اخترنا النقطة. لا يا حبيبي. ثانية. يلا يا ريحانة رقم 9. يمكن الاستعانة بالإنترنت لإيجاد حلول حلول. للمشكلة المختلفة. صح. صح برافو عليك يا ريحانة. ديسان ديسان وحضرتك مثلا يعني نعم. جاوبت كسبنا. لو ردت يا مس كانت قالت نعم. يلا يا بسان رقم 10. ممكن الحصول على المنتجات المحررة على متصفح وي. صح. صح برافو عليكي يا بسان. كده لحد دلوقتي احنا تعادل. هنكمل هنشوف مين اللي في النهاية هيعرف انه يحافظ على الدرجات النهائية دي. يلا يا عمر. نتابع الرأي عبر الإنترنت مع مراعاة حقوق ومسؤولية. صح. صح ممتاز يا عمر. جوري ايه ثانية بس انا حاسه ان مش عارفه السؤال ده، ممكن حد يجاوب. اوكي حد في الفريق عارف السؤال ده؟ انا يا ميس عارفه. طب يلا يا رؤى. يستخدم تطبيق دبرس تريكر لتعقب المخلفات وتسجيل بياناتها. صح. صح ممتازة يا رؤى. اجاوب اللي بعده كمان. انتي دورك بقى دلوقتي عادي. يمكن استخدام مايكروسوفت ايدج في التصفح على الانترنت والبحث. صح. صح بس دلوقتي هم لحد دلوقتي كام نقطة؟ 7.5. لا دي مش نص درجة، دي درجة كاملة عشان محدش جاوب غلط.
زهراء. طب يا مس، هو ليه بعيدة؟ هتعرف في الآخر. زهراء صحيح، المسيرة دي بعيدة أوي كده. تقتصر أنواع المواقع عبر الإنترنت على المواقع غير التجارية؟ آه غلط. شطورة يا زهراء. همس مش هو احنا هنا اصلا، احنا في اللي فوقيها اللي احنا فيها. استخدام دوائر معني يلا حبيبي. استخدام ضمائر شخصية جديد موقف مودة الحوار عبر الإنترنت. صح. صح، برافو عليك يا همس. عمار دلوقتي هم أخدوا الدرجة كاملة. أيوة ماشي. لحظة، نستخدم برنامج الباور بوينت لإنشاء مواقع الويب. ممكن حد يجاوب يا مس؟ حد في الفريق مس عارفه؟ أنا يا مس أو أنا دايما عارفاه. يلا يا دان. خطأ. شطورة يا دان، برافو عليكي. يلا يا جيداء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يستحيل أن يؤثر نشاط المستخدم عبر الإنترنت على الإعلانات التي تظهر له. ثواني يا مس. يستحيل أن يؤثر النشاط المستخدم عبر الإنترنت. غلط. برافو عليكي. أجاوب برضو السؤال؟ ده يا دان عادي. ماشي. يعتمد برنامج متعقب المخلفات على نظام تحديد المواقع العالمي؟ مش سؤال يتوقع جاوبوه ايه؟ يستحيل ان انا عامله اجاباتي يا جماعه على البورد. يعتمد برنامج متعقب المخلفات على نظام تحديد المواقع العالمي. يعني ايه تحديد المواقع العالمي؟ ده النظام العالمي اللي هو نظام تحديد المواقع العالمي اللي هو الجي بي اس. صح. ممكن اجاوب السؤال ده؟ بتقولي ايه يا دان؟ صح صح يا دان. تمام. اجاوب انا السؤال ده؟ بيسان لسه دور بيسان. تمام. الاسماء المستعارة المناسبة عن التواصل مع اصدقاء المقربين. صح. صح، برافو. ريحانة. تمام. يمكن الحصول على معلومات حول منتج ما من التعليقات والتقييمات. صح يا مس. صح، برافو عليكي يا ريحانة. مين بقى الحركة؟ تقول لنا ايه بقى علاقة الصح البعيدة دي عن الصح المفروض اللي هي كانت تتحط؟ علشان ما ينفعش ان انا احطها قدام اسم مثلا على سبيل المثال جوري، لان مش هي اللي جاوبت السؤال، بس هو ده السبب. يلا يا عمر. أهم المصادر الرقمية موثوق بها مصادر رقمية اللي هو حبيبي احنا في رقم 21. تمام. فكرت حضرتك كنت عايزة الصف التاني رقم لا واحد يا حبيبي وعشرين لسه اهو، رقم 21 باين. توجد أيقونة مجموعة في زوايا يمنى من مايكروسوفت إكسل. صح. للأسف أول إجابة خاطئة في الفريق الأول. مفيش أيقونة مجموعات في مايكروسوفت إكسل، ولكن مايكروسوفت إدج. بإذن الله تقدروا تعوضوها في باقي الحصة. جوري. يعتبر موقع أمازون من المواقع التجارية. صح. صح. صف عن المواقع. الموقع تحتوي على عبارات توضيحية تقدم محل عن المواقع. صح. بس هو إجابة رقم 21 ايه؟ 21 هتكون غلط و22 هتكون صح.
23. انت قلتي ايه يا رؤى؟ ما سمعتكيش. صح. صح، برافو عليكي يا رؤى. زهراء، يستحيل حدوث سوء تفاهم عن التواصل عبر الإنترنت. غلط. ممتازة يا زهراء. طبعا من هنا ورايح اللي هو في الاخطر هيكون الأسئلة عليها نص ده، يعني الأسئلة كل سؤال عليه درجة، لكن لو انت حليت غلط وزميلك قال لك الإجابة فساعتها بتاخد نص درجة. ابدأي يا همس. دلوقتي دور فريقنا احنا. لا دلوقتي همس. همس بنت اه المعارف. ميس بنت المعرفة المصري. بنك المعرفة المصري. صح يا همس. عمار. نايس. يلا يا عمار، رقم 2. التواصل عبر الإنترنت مع الآخرين إيه؟ مع آخرين من خلال الكتابة والكلام. الكتابة والكلام. برافو عليك يا عمار. جيداء. أيوة. فين مس... آه أيوة. مبادرة إيه نشر إلى القضايا الدينية؟ مبادرة تحضر الأكتر. صح، ممتازة يا جيداء. دان. حاضر. الكلمات السلبية التي يجب تجنبها أثناء التواصل عبر الإنترنت هي أستطيع، أفعل، أقدر، للأسف. أستطيع، أفعل، أقدر، للأسف. ممتازة يا دان. بيسان. مش هي حلتها ايه؟ للأسف. للأسف هذه الكلمة بحذف دي. بيسان. يستخدم برنامج لإنشاء مواقع الويب. Artificial. مش سامعاكي. قالت وورد بيرسي بس قريب. ووردبريس. ريحانة. يا ريحانة. نعم يا اس. يلا يا روحي. تمام. عندي توصل ابارتمنت من التكة. كن يعني كون ايه؟ ممكن يس فضولا علشان هو يعني مش بصي هي هو دي مش اسم فضولا، دي فضوليا. فضوليا. ماشي نختار فضوليا. للأسف إجابة خاطئة. حد من نفس الفريق عارف الإجابة؟ أنا يا أنا مس. مس. مثلا أنا مس. أنا قولي يا جيداء. مهذبا. مهذبا. تمام. يلا يا عمر. مس هي بقى يا عبارة عمر عن ايه؟ النجمة عبارة عن نص درجة. لا بس متعقب والله المخلفات لا يا لا مس. لا شباب شباب، مش كله ينفع ان هو يتكلم في نفس الوقت خالص. عمر إجابة صحيحة، متعقب المخلفات. مس نعم نعم مس يا نعم ميس يا ما خلصت ولا يا مس لسه؟ أجاوب متعقب المخلفات. قلت لك صح وعملت لك علامة صح. ليه عامل دوشة؟ أصل البتاع كان معلق معايا. ماشي يا عمر. جوري. تمام. متصفح ويب يرافق مايكروسوفت ويندوز ومايكروسوفت ايدج. برافو عليكي، شطورة يا جوري. رؤى. يجب ربط برنامج ديجيتال تريكر بنظام جي بي اس لتحديد المواقع. ممتازة، برافو عليكي يا رؤى. زهراء. أحد أهم مسؤوليات المواطن الرقمي هي الخصوصية. للأسف يا زهراء إجابة خاطئة. حد من نفس الفريق عارف؟
أنا مش قولي يا رؤى. إظهار سلوك إيجابي. صح، برافو عليكي. انتي اللي لخبطك يا زهراء الفرق بين الحقوق والمسؤوليات. من حقك الخصوصية، لكن من مسؤوليتك يعني الحاجة اللي انتي لازم تعمليها يبقى ان انتي تظهري سلوك ايجابي. بس ثانية، حضرتك قلتي اللي هيجاوب مكان زهراء، قصدي اللي ايوه هيجاوب المفروض يعني احط نجمة. ايوه المفروض نحط يعني احنا متعادلين يا مس، بس المفروض على 3 نجمات. ايه؟ هو المفروض انه 3 نجمات ولا نجمتين بس؟ انت قلت خلاص. فين قدامك ايه؟ يلا يا همس. شايف صحتين مش نجمة. يلا يا همس. نعم يلا حبيبتي عشان الوقت. احنا في رقم 11. يجوز استخدام أسلوب التواصل غير رسمي عند الحديث مع بعض أحد الأسئلة تفكر فيها. استخدام أسلوب التواصل غير رسمي مع معلمك في الفصل. معلمك في الفصل. إجابة خاطئة يا همس. حد من نفس الفريق عارف؟ مس مع نعمل فوق. مس انا جوري اتفضلي يا جوري. صديق مقرب. صديق مقرب. الأسلوب الغير رسمي يعني عادي إن احنا نهزر وعادي إن احنا نقول من غير لقب، فده كده طبعا ما ينفعش يحصل غير مع الصديق المقرب. مثلا هو احنا لو دلوقتي متعادلين ولا في احنا دلوقتي متعادلين؟ هنعرف في الآخر، ما توقفوش الحصة عشان تسألوا السؤال ده. يلا يا عمار. أصعب نقل مشاعرك أو انفعالاتك عن صوتك. تواصل مع الآخرين عبر رسائل نصية. الرسائل النصية. صح يا عمار. جيداء. ايوه بس الرسائل النصية. أيوة هي في الإجابة الرسائل النصية. مش الفيديو. لا الفيديو ده عشان قالك يصعب نقل مشاعرك يعني مش هيعرف ينقل مشاعره. تمام. ماشي يلا يا جيداء. يمكن التحقق من القواعد العلمية لمصلحتك باستخدام. لا عشان خسروه. يا شباب ممكن نقفل المايك؟ اخترتي ايه يا جيداء؟ الله فكر يا بس. ماشي. محرر مايكروسوفت 365. صح، برافو عليكي يا جيداء. دان. يمكن الحصول على معلومات حول منتج من خلال الإعلانات أو التقييمات. صح، ممتازة. يلا يا مس ين. عندنا حصول ايه بسن؟ بقول لك عندنا حصة رياضة المس بعد التنين. ماشي، ما هو لسه الحصة مخلصتش برضه. بصي خلاص 4 دقايق. يلا يا بيسان. طب يلا يا ريحانة. تمام خلاص. الحصول
بس هو مين المفروض يكتب دلوقتي؟ ريحانة. بس يعني ايه مدونات؟ مدونات دي زي اللي هي بتكتب فيها شوية رأيك، مثلا بتكتب فيها ان انت وجهة نظرك ايه في الموضوع كده، يعني زي البوست اللي على فيسبوك. تمام، يمكن الحصول على معلومات حول منتج. رقم 15 يا ريحانة. أحد كمواطن رقمي يحترم خصوصية الآخرين، لا تأكل أيوة ولا مسؤوليات ولا حقوق. مسؤوليات، مسؤوليات. لا برافو. ليه؟ ليه؟ خلاص تمام. ماشي. بيسان مش فين فريق اللي فاز؟ لسه ما خلصناش. بيسان طيب الصفحة كويس. الثانية مس بيسان انت سامعاني ولا لا؟ سامعيني؟ ماشي، هتجاوبي اول سؤال في الصفحة الجديدة. بس تمام. لا مش فاضية ليه؟ طب ما هي عندها الكتاب يلا من كانت شغالة في مجموعة جديدة في فترة استقرار إيه عندها ضغط عالي 90 يوم. صح، برافو عليكي يا ميسان. طيب يا شباب، عشان الحصة بتاعتكم كده تقدروا تخرجوا دلوقتي. النتيجة طبعا هيكون الفريق الفايز هو فريق عمار وجيداء ودان وبيسان وريحانة، هما دول الفريق الفايز النهاردة. بكام نقطة يا مس؟ يعني ومين اللي بكام؟ بعت على الجروب ممكن تقييم التكنولوجيا، لأن احنا أصلا لسه في الحصة؟ عمر وعمار. مس ممكن برضو التقييم بتاع الحصة؟ الحصة ما بقاش ليها تقييم، بقى التقييم تقييم أسبوعي يا شباب. دلوقتي خلاص كده عرفتوا مين الفريق اللي فاز، بس احنا برضو هنبعت على الجروب